هلا صباح الخير كاثي، صباح الخير رعد، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. يعني الله يصبحك بالخير احمد الكركي، اليوم وانت في محافظه الكرك، عفوا في محافظه المفرق تحديدا في بلعمة، وأيضا كان هناك جولات ميدانية لدولة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان أكيد في مدرسة الفيصلية تحديدا في منطقة بلعمة في المفرق. اليوم تضعنا في هذه الوقفة زميلنا أحمد الكركي، تفضل لك الهوى سيدي. يا هلا، يسعد صباحكم وصباح الخير على كافة المشاهدين اليوم من المفرق. نقول صباح الخير من عروس الصحراء الأردنية، صباح الخير من بوابة الشرق بالأردن، صباح الخير من درة الأردن وصحراءها. يسعد صباحكم اليوم ببلعمة وبالفيصلية، بمدرسة الفيصلية الأساسية، وهذه المدرسة اللي زارها الدكتور جعفر حسان دولة رئيس الوزراء قبل شهرين ب13، وكانت الزيارة لهذه المدرسة لتطوير الحال والاطلاع على حال هذه المدرسة. واليوم بعد 60 يوم نشوف في مبنى جديد بجانب هذا المبنى اللي احنا موجودين فيه أمام الطابور الصباحي، وبنشوف في تعبيد للطريق، وبنشوف تفاصيل مميزة، نشوف القرار الميداني، وبنشوف العمل والتحديث والتطوير، نتعرف على تفاصيل هذه القرارات والعمل بشكل أوسع وأكبر مع مدير مدرسة الفيصلية الأساسية الأستاذ فيصل المشاقبة. صباح الخير أستاذ. صباح الورد وأهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية على هذا اللقاء. نتعرف أكثر عن التطوير اليوم المتواجد بهذه المدرسة ما بعد زيارة دولة الرئيس المدرسة. لابد في بداية حديثي أن أشكر دولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة لمحافظة المفرق، لما لها من أثر إيجابي في نفوس الأهالي ونفوس الطلبة. ولا بد من أيضا الشكر لمدير تربية محافظة المفرق الأستاذ أيوب مشاقبة أيضا على جهوده المتواصلة والحثيثة لهذه المدرسة. ولا بد أيضا الشكر للتلفزيون الأردني ويوم جديد على هذا اللقاء، والله يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. نتعرف عن اليوم التفاصيل المتواجدة بهذه المدرسة، نعرف أكثر عن الخدمات اللي تم تقديمها للطلبة وعن التطوير المتواجد الآن. الطلبة هاي مدرسة الفيصلية طبعا فيها طلاب بحدود 110 طلاب، جاءها زارها رئيس دولة رئيس الوزراء الحمد لله، وأوعز بعدة إنجازات والحمد لله، يعني أثمرت في نفوس، نحكي عن الإنجازات الحمد لله، أثمرت في نفوس أبنائنا الطلبة والأهالي. من هذه الإنجازات التوسعة لهذه المدرسة، والحمد لله الآن التوسعة في مراحلها الأخيرة الحمد لله تمت وهي في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى الصيانة العامة لهذه المدرسة والحمد لله. أستاذ فيصل، نعرف الآن الغرف الصفية المتواجدة والغرف الصفية اللي تم إضافتها، احنا بنشوف الآن مع المشاهدين اليوم في عندكم صب للعقدة وفي تفاصيل للغرف المتواجدة جربنا، نعرف عن المساحة اللي تم توسعها. الحمد لله مدرستي كانت بحدود مسطح 250 متر، 10 غرف صفية من الروضة للصف السادس، فكانت هي بحاجة إلى توسعة للصف السابع للصف الثامن، كون أبنائنا الطلبة يعني في بعد المدارس المجاورة بعيدة عنا، فالحمد لله أوعز بإنشاء غرف صفية جديدة، وهي الآن زي ما أنتم ملاحظين في مراحلها النهائية إن شاء الله يعني. وايضا بنشوف في تعبيد للطريق الخارجي وتسهيل الطريق، نحكي اكثر. بالنسبه للشارع الحمد لله ايضا دولته اوعز بتعبيد الشارع، لانه هو المنفذ الوحيد لاهالي المنطقه للوصول الى المدرسه، فلاحظ دولته انه ما في طريق يخدم هذه المدرسه، فالحمد لله اوعز بانشاء الطريق، والحمد لله تم الطريق والان يستخدم من قبل الاهالي وجاهز للمسير عليه. تسليم المشروع ان شاء الله راح يكون خلال فترة معينة قريبة ممكن. المشروع إن شاء الله يعني في مراحلها النهائية زي ما حكيت لك، تقريبا خلال إن شاء الله شهر بيكون جاهز. بالنسبة للصيانة الحمد لله تمت، من تعبيد ساحات، تعبيد ممرات، بإنشاء دربزين أمام الغرف الصفية لحماية أبنائنا الطلبة والحفاظ على سلامتهم العامة، بعزل المباني بالزفت الساخنة أيضا تم عزلها وتنفيذها، الملعب الآن أيضا أوعز دولته بإنشاء ملعب رياضي لأبنائنا الطلبة، والحمد لله الملعب الآن بدأ الإنشاء به والعمل على التصميم إن شاء الله، وقريبا إن شاء الله سوف يتم تسليمه.
أيضا الملعب خلال داخل الساحة المدرسية المتواجدة حولنا، بالإضافة إلى الغرف الصفية وتعبيد الطرق، هل رح يكون في أي صيانة متواجدة للمبنى القديم اللي إحنا متواجدين فيه أو لا؟ عمل له صيانة من حيث الدربزين أمام الغرف الصفية، ومن حيث عزل المباني بالزفت الساخنة للحفاظ عليها وسلامة ديمومتها إن شاء الله. نعرف المشاهدين على عدد الطلبة المتواجدين في المدرسة بالوقت الحالي، وأيضا رح يكون في توسعة خلال العام الدراسي القادم أو على الفصل الدراسي الثاني. طلابي خلينا نقول مدرسة مختلطة فيها 110 طلاب تقريبا، بحاجة إلى توسعة ترفيعها إلى الصف السابع وإلى الصف الثامن بسبب بعد المدارس المجاورة لنا، يعني 6 كيلو 7 كيلو المدارس المجاورة، فالحمد لله إن شاء الله السنة الجاية سوف نفك هذا الاكتظاظ ونرفع الصفوف والحمد لله. كل الشكر لك أستاذ فيصل، وأنت مدير المدرسة الفيصلية بلواء بلعمة وبالمفرق. إذن مشاهدينا الكرام اليوم متواجدين من بلعمة، ونتحدث أكثر من أمام الطاقات الطلابية والشبابية ما بين اليافعين اللي بدأوا الطابور الصباحي بالسلام الملكي، وحضرنا وكنا متواجدين وحاضرين أمام الطلبة اليوم بهذا الإنجاز والسرعة في الإنجاز والأداء، حماية للطلبة وللشباب المتواجدين أمامنا. أيضا في عنا تجهيز للبنية التحتية الخارجية، هذه التفاصيل أكثر حبينا نكون اليوم متواجدين بالمفرق بطلة صباحية معكم، نتعرف أكثر على هذه المدرسة وعلى الإنجاز اللي تم خلال الفترة الحالية، وإن شاء الله نلتقي فيكم بأماكن أخرى. كل التحايا لكم، يسعد صباحكم وإليكم بالاستوديو. أكيد زميلنا أحمد الكركي بانتظار أيضا الوقفة الثانية من محافظة المفرق تحديدا، أكيد بهذه الصروح العلمية في كافة محافظات.